السلام عليكم. قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك الفيديو يا طلاب حتى تعم الفائدة. هاي قناتنا على التليجرام، اللي يحب ينضم لها رابطها راح يكون أسفل الفيديو بالوصف. وزارة التربية وبخصوص الامتحانات والنتائج، فالتربية تعلن إنهاء الاستعدادات لإجراء امتحانات السادس الإعدادي وتحدد نسب نجاح الثالث. وزارة التربية أكثر من 400,000 طالب سيؤدون الامتحانات يوم غد السبت. وزارة التربية القراءات الأولى تؤكد تسجيل نسب نجاح عالية لطلبة الثالث المتوسط. وزارة التربية موعد بدء العام الدراسي الجديد يتوقع انطلاقه منتصف تشرين المقبل. وأيضا وزارة التربية نتائج امتحانات الثالث المتوسط الأسبوع المقبل ستعلن إن شاء الله، ونسب النجاح عالية. مثل ما سمعتوا طلاب، هذا الخبر والتصريح من التربية تصريح واضح، دا يأكدون بأنه كل الاستعدادات ماشية وجاهزة بخصوص الامتحانات للسادس إعدادي، وإن شاء الله راح تنطلق يوم غدا السبت بالنسبة للسادس إعدادي، وأكثر من 400,000 طالب راح يؤدون هذه الامتحانات بالنسبة للسادس الإعدادي. وبخصوص العام الدراسي الجديد، فتوقع من وزارة التربية بأنه ينطلق العام الدراسي الجديد منتصف تشرين المقبل، والنتائج الثالث متوسط إن شاء الله راح تنعلن الأسبوع المقبل. وأكدوا بأنه نسب النجاح كانت عالية أثناء التصحيح الأسبوع المقبل، حددت التربية الأسبوع المقبل بس ما نعرف يا يوم بالتحديد وأي ساعة بالضبط، بس قالوا الأسبوع المقبل راح تنعلن، وهاهي يعني ماكو يوم محدد أو ساعة محددة تنعلن به النتائج. إن شاء الله من تنعلن هذه النتائج الأسبوع المقبل راح ننزلها لكم إحنا بالقناة أول بأول.